التحية التربوية للجميع، كل باسمه وصفته. بدوري لن أخرج على السياق اللي سبقني، وجديد الشكر للسيد مدير الأكاديمية للتواصل الدائم ديالو مع كل الشركاء الاجتماعيين، وأتمنى أن تكون أن سقطت كلمة النقابة من تدخل السيد الوزير سهوا، لأن تيبا بأن حنا كحضور شارك فاعل في الساحة ما يمكنش ان تكون اي مداخله ديال شي مسؤول وتسقط هكا. كنتمنى حنا بيناتنا نتفاهموا في هذه المساله، فهمتني، ما كاين مشكل. لكن انا تيبان لي بان اللقاء هو تواصلي يحقق التعبئه، ولكن بين التعبئه والتحسيس هنا الاشكال. التعبئه هي استنفار كل مكونات المجتمع من اجل انجاح هذا المشروع. هل فعلا مواصفات عقد اللقاء مثل هذه اللقاءات تحقق التعبئه؟ شروط نجاح التعبئه تختلف تماما عما نعيشه الان، وبالتالي اتمنى لا يتكرر منتديات الاصلاح، مخطط الاستعجالي، ما واكبه من ماليه اللي مع كامل الاسف الى الان تبقى الاسئله حول المحاسبه ديالها مجهوله، وتفتقد واحد الحلقه اللي هي مهمه ديال تفسير علاقه التقييم بين المخطط الاستعجالي والقانون الاطار الذي هرب في النقاش على المستوى المركزي. لا كيقول السيد الوزير انه نوقش، لم يناقش مع النقابه التعليميه، وانا عضو مكتب وطني ديال الجامعه الوطنيه للموظفين التعليم، لم يناقش. تم تهريبه بواحد السرعه فائقه طريق السيار ليصل الى هذه المحطه. اتمنى ان لا تكون المحطه الاخيره، وان تتلوها محطات اخرى من اجل التعبئه الحقيقيه للمجتمع بكل مكوناته، لان قضيه التعليم هو شان مجتمعي. خطابات جلاله الملك تواكبه وتضع الاصبع على الداء، فما يمكنش تكون مثل هذه اللقاءات اللي مع كامل الاسف انا تنقول ربما يبحث على بدائل اخرى، لان هذه اللقاءات بحال هكا تتكرر، ولكن مع كامل الاسف الحصيله في الاخير يتحملها رجل التعليم. مؤشر بسيط، انظروا الى الهجره الجماعيه في التقاعد النسبي لتعرفوا حقيقه واقع التعليم سواء على المستوى المجالي